اعتقد حضراتكم خدتوا من خلال هذا الفيديو جراف يعني فكره مبسطه عن الى اي درجه رياضه الشطرنج فعلا من الرياضات المفيده جدا. هنتكلم عنها النهارده كواحده من اقوى ومن اقدم الرياضات الذهنيه على الاطلاق، بتعتمد على الذكاء لحد كبير جدا. والحقيقه الفتره اللي فاتت اللعبه ابتدت تنتشر بشكل ملحوظ في مصر، ولنا ابطال فيها كمان في هذا المجال. هنتكلم عن كل ده مع دكتور هشام الجندي، وهو رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد البحر الاحمر وخليج عدن للشطرنج. صباح الفل يا فندم، منورنا. صباح يا دكتور. احنا مبسوطين ليه بقى لكذا سبب، منهم ان احنا اول مره نتكلم عن رياضه الشطرنج في 10 الصبح في الاهلي. صحيح. وان احنا كمان نتعلم كمان وناخد معلومات عن هذه الرياضه وازاي هي منتشره ومن قد ايه في مصر وفي العالم. وفكره كمان لو تسمح لي ابدا بالنقطه دي، ان مؤخرا بقى في يعني كده سكوب بتركز على الشطرنج من بعد مسلسل ذا كوينز جامبت، لان هو عمل انتشار كبير جدا في العالم، او حط زي ما انا قلت سبوت لايت على اللعبه دي. فخلينا نبدا من هنا. اولا بشكركم الاول وبشكر قناه الاهلي على المبادره دي، والحقيقه ان احنا حريصين طبعا تواجد الشطرنج في مصر بشكل كبير. مسلسل مناوره الملكه او كوينز جامبت حقيقه فعلا حقق اكثر من 66 مليون مشاهده خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، وعمل انتشار كبير للعبه. طبعا هو استغل ظروف فتره كورونا والناس قاعده في البيت اكتر وتواجدها في البيت اكتر، وما فيش التواجد كان في بالذات في 2020 في بالنسبه للتواجد في الانديه والتجمعات وكده، فادى ده فرصه للناس تقعد في البيت وتتابع المسلسل بشكل كبير. والحقيقه المسلسل اتعمل بشكل احترافي كبير. صحيح. جدا اول مسلسل او اول فيلم او اول عمل درامي سواء عالمي او انه يعمل يقدم الشطرنج بالشكل الصح. الشطرنج مش مجرد لعبه ترفيهيه او في وقت الفراغ، بالعكس الشطرنج رياضه معترف بها من اللجنه الاولمبيه الدوليه من 1999، ويعني بقى لنا حوالي 22 سنه الاتحاد الدولي اللجنه الاولمبيه الدوليه ايام اخوان انطونيو سامارانش اعترف بالاتحاد الدولي للشطرنج كرياضه رياضه رسميه. شاركنا في الالعاب الاولمبيه في سيدني بشكل استعراضي مش رسمي طبعا، وحتى اليوم في محاولات لادخال الشطرنج في الالعاب الاولمبيه، لكن لسه لم احنا متواجدين في دوره الالعاب الافريقيه ودوره الالعاب العربيه من سنه 99 لغايه النهارده. الحقيقه المسلسل ده فعلا عمل مشاهده عاليه جدا، 66 مليون مشاهده في 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 66 مليون بيت، يعني بتتكلم على حوالي 200 مليون واحد اقبلوا على اللعبه. اللي على مستوى البحث على النت عن الشطرنج والمبيعات الشطرنج وقطع الشطرنج والحاجات دي وبرامج الشطرنج ومواقع اللي هي على النت اللي فيها مسابقات شطرنج، في اقبال فظيع وقيمتها حتى السوقيه تضاعفت بالملايين. فطبعا المسلسل عمل وعي كبير، والحمد لله ده تزامن معانا برضه في مصر. احنا شغالين بقالنا فتره، وزي ما كريم بيه قال ان الشطرنج من اقدم الاتحادات، ده بالفعل احنا الاتحاد المصري للشطرنج من اقدم الاتحادات، اتاسس قبل الاتحاد الدولي نفسه وقبل اي اتحاد مصري في اي لعبه اخرى 1894. طب هو بالمناسبه برضه ليه يعني الشطرنج ده في اجيال يعني مارست هذه الرياضه من غير ما تكون رياضه معترف بها؟ ليه تاخر الاعتراف بهذه الرياضه، او ليه تاخر اعتبارها رياضه اصلا؟ ما انا هقول لحضرتك، اولا الاتحاد المصري 1894 يعني 127 سنه من اقدم الاتحادات. الاتحاد الدولي نفسه تاسس 1924 في فرنسا في باريس، لكن الشطرنج فعلا طول الفتره دي فتره الاول تم اعتماده واشهاره مع لعبه البريدج، كان اتحاد الشطرنج والبريدج الاول لفتره طويله. أوكي. كان طبعا الفنان عمر الشريف طبعا. كان باحد الابطال وكان بيلعب شطرنج كمان على فكره. عندنا معظم القاده والادباء والشعراء وصفوه المجتمع مش بس في مصر، على مستوى العالم بيمارسوا الشطرنج كرياضه، كل القاده العسكريين والرياضيين وكل الناس الكبار المسؤولين فعلا الشطرنج بيشتغل على ثلاث محاور مهمه جدا. اول حاجه التكوين الشخصيه خاصه في الناشئين والمراحل السنيه، المدارس الابتدائيه والاعداديه، ودي اللي احنا شغالين عليه من فتره وهنتكلم عنه بالتفصيل. من ست سنوات لغايه 11 سنه او 12 سنه الشطرنج بيكون الشخصيه، بيعلم الولد او البنت في السن دول انها تفكر تاخد قرار، يبقى في تحليل منطقي، في قدره على التخيل، حساب النقلات، ويبقى في وضعيه صعبه يتعامل معاها ازاي، يكون الشخصيه بشكل ايجابي، الشخص يبقى منظم في حياته، يبقى يقدر ياخد قرار ويتحمل مسؤوليته ويحسب ويحلل الوضعيه بشكل علمي ويشوف الايجابيات والسلبيات وياخد خطوه ويتخيل بعد كام نقله ايه اللي ممكن يحصل وبالتالي ياخد قراره. يعني ده يشمل كل امور الحياه بالظبط يا فندم، بيكون شخصيه بشكل ايجابي جدا اول حاجه. ثاني حاجه لها بتزود التحصيل العلمي، لها بتزود المهارات الذهنيه ومعامل اي كيو والحاجات دي. فبتزود، احنا عملنا دراسه في الاتحاد الدولي، دخلنا اللعبه في المدارس، بس قبل ما ندخل اللعبه في المدارس شفنا درجات الولاد وتحصيلهم العلمي، لقينا الشطرنج زود 30%. هايل.
بنسبه 30%. معظم لاعبي الشطرنج كلهم ابطال ومتفوقين في خريج كليه الطب. عندنا الدكتور باسم سمير خريج طب، احمد عادل بطل عالم الشباب، عندنا ابطال عالم، احمد عادل بطل عالم الشباب خريج اكاديميه البحريه، معظم طلبتنا البطله شروق وفاء خريجه هندسه، اختها شاهين ده برضه خريجه كليه حاسبات، كل عندنا ابطال الشطرنج متفوقين، منى خالد برضه الجامعه الامريكيه، كلهم متفوقين لان الشطرنج بيزود عندهم التحصيل العلمي والدراسي أكيد. وكمان بيخليهم متفوقين. البعد الثالث بقى والمحور الثالث اللي هو نكتشف ابطال من سن صغير ونطورهم. بالنسبه بقى لجزئيه عدم الاعتراف باللعبه لفتره طويله، فعلا الشطرنج كان في مصر تحديدا لانه قديم، كان طبعا النشاط الاجتماعي والثقافي في المدارس في الجامعات في النوادي كمان بالظبط كده، لكن ابتداء من 99 ابتدى يعني الاتحاد الدولي اللجنه الاولمبيه الدوليه اعترف بيه وبدا يدخل ولعب في الالعاب الاولمبيه في سيدني سنه 2000، بدا الشطرنج ينفصل ويبقى في طابع الرياضه. والحقيقه انا بالمناسبه بشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، داعم كبير جدا للشطرنج من فتره طويله، وحقيقه ودعمنا كمان ايضا في تاسيس اتحاد البحر الاحمر وخليج عدن الشباب. طيب دكتور هشام، لو هنتكلم ان احنا دلوقتي الاتحاد، حضرتك رئيس اتحاد الشطرنج وحضرتك قلت لنا قبل الهوا انك بتلعب شطرنج من عندك 8 سنين صح كده، وكنت دايما بتفوز تقريبا صح يعني. طيب يمكن رياضه زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كلنا لعبناها واحنا صغيرين على سبيل كده التسليه يعني، بس محدش فعلا فكر ان هو يحترف فيها او ان قد ايه هي مفيده كمان بشكل زي ما حضرتك قلت بتطور الشخصيه. طيب ازاي انا دلوقتي كرئيس اتحاد ابقى عايز بقى مع البروباغندا اللي اتعملت للشطرنج في العالم كله سواء من ناحيه الدراما او غيره ان احنا ننشرها في مصر؟ اتكلم بقرتي عن مصر، هل احنا محتاجين عمل درامي زي ده او عمل سينمائي، ولا محتاجين نبتدي نركز في المدارس ان احنا ندخل اللعبه دي مثلا، ولا نعمل ايه؟ بالفعل احنا من 5 سنين وتحديدا في 2016 بدانا مشروع الشطرنج في المدارس، دخلنا الشطرنج في 4 محافظات، في القاهره في الجيزه في الايوبيه في دمياط، في المدارس بدانا موجود في المدارس اتعلمنا اللعبه ل 2000 تلميذ في مدارس ابتدائي. احنا شغالين في الموضوع من 2016 لغايه النهارده مستمرين، وايضا الدكتور اشرف صبحي داعمنا ومستمرين في مشروع الشطرنج المدارس عشان نوسع القاعده، لان المدارس هي المحور الرئيسي او المستهدف الرئيسي الاول ان احنا نعمل قاعده كبيره من سن 6 سنوات لغايه سن 12 سنه الى مرحله التعليم الاساسي. وبعدين دي اللي عايزه ملعب ولا عايزه امكانيات؟ بالعكس امكانياتها بسيطه جدا بدون اي تكاليف. بدانا في المدارس على درجه، وسعنا القاعده، علمنا اللعبه ل 2000، عندنا حاليا 70 نادي منضم في الاتحاد، بنوسع القاعده، عندنا لعبه منتشره في حوالي 12 محافظه على مستوى الجمهوريه، وعاملين بطوله بعد اسبوعين هتبقى في كل المحافظات اونلاين، لان الشطرنج برده من لعبه ذهنيه وهو اكتر لعبه استفاد بموضوع التقدم التكنولوجي والتطور. فعشان كده لما حصل اللوك داون عشان موضوع الكورونا اونلاين مستمر يوميا، اللاعب قاعد في البيت يقدر يلعب على النت يوميا في مواقع مجانيه على موقع النت، 4 5 6 مواقع يخش يلعب مجاني مع اي لاعب في الدوله، مع اي في اي دوله في العالم، يقدر يشارك مسابقات وليها جوائز ماليه، ففي اقبال جدا وحصل انتشار، وده برضو اللي ساعد مسلسل كوينز جامبت ان هو يعني الموضوع اتطور كتير عن ايام لما كان يعني ايه يعني زمان كان اللي هو اللعيب الفتك قوي بيعرف حاجه اسمها خطه نابليون، وحضرتك طبعا ادرى مني بيها بكتير، كانت الامور واقفه بس يعني ده كان سقف المرحله الزمنيه دي. الموضوع اتطور بعد كده في القواعد ولا يعني في متغيرات في قواعد اللعبه؟ هو اتطور مع دخول الكمبيوتر والتقدم التكنولوجي اللي حصل وظهور النت. الاول لو تفتكر حضرتك سنه 1985 كان بطل العالم المشهور كاسباروف وكاربوف، وكان يقعدوا يلعبوا بال4 شهور و5 شهور في بطوله العالم. يعني افتكر سنه 85 لعبوا مباراه بطوله العالم، بداوا في نهايه في شهر سبتمبر سنه 84، خلصوا في شهر مارس 85، قعدوا 5 شهور يلعبوا بطوله العالم. بطوله العالم مباراه واحده، لا 24 دور بس. كانت المشكله ايه حضرتك؟ ان كان الدور بيلعبوا 4 ساعات. طبعا بيبداوا الساعه 3 العصر مثلا لغايه الساعه 7، جلسة اللعبة 4 ساعات، إلا اللعب لو ما خلصي بيأجلوا اللعب ويأجلوا تاني يوم. عشان عندي سؤال، هو مش في توقيت معين صح؟ ما رجعنا بقى للتوقيت، الفترة دي في توقيت وبيحسب محدد وقت إجمالي لتفكير اللاعب، يعني بدي كل لاعب ساعتين. ساعتين تايمر كده عبارة عن ساعة، ولو في ساعتين عشان كل موف؟ لا ساعتين للدور كله للمباراة كلها. هو بقى نقله يلعبها في ثانيه، نقله يقعد فيها دقيقه 5 دقايق براحته، يقسمها براحته. وطول ما اللعب مستمر، الاول كان المباراه ما بتخلصش بعد 4 ساعات نكمل ثاني يوم، ما خلصتش نكمل ثالث يوم، وكانوا بيلعبوا 24 دور على بطوله العالم، فكانت المباراه ممكن 4 شهور 5 شهور. فلما ظهر الكمبيوتر والتكنولوجيا اللي حصل، واصبح الكمبيوتر فيه حاجه اسمها محركات بحث، فبتحسب النقلات،
الكمبيوتر ادوله كل الداتا. فابتداء من منتصف التسعينات تقريبا من سنه 96 97 حد قال لك لا مش هينفع اجل الدور ثاني يوم، لازم الدور يخلص في نفس اليوم. وده منطقي جدا الحقيقه. اه بحيث ايه؟ لان لما اجل الدور حد عنده كمبيوتر حديث، حد عنده مدرب هيقدم له مساعدات ازاي يكمل لما اجي اكمل ثاني يوم. اه طبعا. فاصبح في تدخل عنصر خارجي، قال لك لا لازم المباراه تخلص في نفس اليوم، فزود الوقت شويه، ادى كل لاعب ثلاث ساعات بحيث ان المباراه تخلص. لو ما خلصتش باللعب حد كسب او دور ثلاثة تعادل، ما عندنا في الشطرنج ممكن الدور يطلع تعادل، لما توصل ملك ضد ملك خلاص ما حدش يعرف يموت ملك الثاني. آه. يبقى الدور تعادل، فاما الابيض يكسب او الاسود يكسب او تعادل. لو ما الدور ما خلصش خلال الاربع ساعات او ست ساعات اللعب اللي وقته يخلص الاول يبقى خسران بالوقت. اوكي. اصبح عامل الوقت هنا عامل مهم اللي هو التايمر اللي حضرتك بتقول عليه. دي اضافه مهمه برضه. فعندنا ساعه كده فيها زي عباره عن ساعتين جنب بعض. أيوة. والوقت بينزل تدريجي. طول ما اللاعب اظن لما حد بياخد خطوه بيدوس دوسه على جرس كده او على حاجه موجوده على النت ممكن نلاقي. يلعب دقلته ويضغط على الساعه، ساعه خصمه تشتغل وهكذا بكده. وايه بيكتبوا حاجه؟ يعني انا كنت بتابع المسلسل ويكتبوا حاجه، ايه اللي بيكتبوه؟ بيسجلوا حضرتك عفوا، بيسجلوا النقلات. عندنا رقعه شطرنج عباره عن 64 مربع، 8 عمدة في 8 صفوف، كل مربع له حرف متقسمه 8 عمدة، عمود الاي لغايه عمود الاتش، والصفوف من 1 ل 8، فكل مربع في الرقعه له حرف ورقم. المربع اللي اول واحد على اليسار A1 جنبيه B1 وبعد كده فبتكتب الموف اللي بنكتب بقى عارفها. رمز القطعه اللي اتحركت السكور شيت دي، لان احنا بنلعب 50 نقله 60 نقله. احيانا دور الشطرنج يقعد يتلعب 100 نقله، يعني الابيض يلعب 100 نقله وده يلعب 100 نقله. يعني لو حصل ظروف ان الشطرنج اختل من مكانه او الشطرنج وقع، ازاي نرجع القطع؟ عشان نعتمد بقى على ذاكره اللاعب. في سكور شيت نرجع له. السكور شيت ده بنرجع له في حاجات كتيره، في النواحي القانونيه كمان، لان انا حكم دولي التحكيميه يعني. كمان في وضعيات تعادل معينه، في كش تكرار وضعيه معينه، في لاعب لعبه نقله غلط وما انتبهناش ليها اللي بعد شويه، فالسكور شيت بيعلمنا ان نرجع. في ساحه لحد يكون مثلا عمل حركه نص كم من عينه ان هو بيحرك مثلا الطبيعه يجيب ايده كده ايه محرك الفيل يمين، يعني مش على المستوى الدولي اكيد. انا بتكلم عموما، بتكلم عموما. لا ممكن في المباريات الوديه كده. عايزين لكم فار برضو، خلي بالك من الحاله. هو بالمناسبه برضو عايز اسال حضرتك، رياضه الشطرنج انهي الاهم، ولا هي كل العناصر لازم تكون متضافره ومتكامله؟ هل هو الذكاء؟ هل هو التاني؟ هل هو حسن التخطيط؟ هل هو حسن التوقع؟ يعني اي عنصر من دول هو الاهم؟ كل ده مع بعضه مع الاعداد الجيد. الشطرنج برضو لعبه فيها اعداد مع تطور الكمبيوتر. احنا عندنا في دور الشطرنج ثلاث مراحل. في مرحله الافتتاح في الاول اللي هو اول 10 15 نقله الابيض والاسود، دي بنسميها مرحله الافتتاح او التعبئه. المرحله دي مهمه جدا والكمبيوتر حصل تطوير فيها، وفيها نظريات في الافتتاح وبتدرس في الجامعات. الشطرنج دلوقتي منتشر في 70 دوله على مستوى العالم، موجود في الجامعات والمدارس. اوكي. وفي احد بعض الجامعات في ارمينيا وفي روسيا موجود، يعني زي رساله معينه في الجامعه بيدعم الشطرنج. حلو وجوده كمان مع النشأ في المراحل السنيه المبكره، عشان ده ممكن ينتج عنه ذكاء ملحوظ لاجيال جايه، يعني يبقى عندها قدرات ذهنيه اعلى من الاجيال السابقه. فمرحله الاولى حضرتك اللي هي الافتتاح دي التعبئه، اول 15 نقله ان اللاعب يحرك عسكري الملك او عسكري الوزير في الاول، وبعدين يطلع الحصانين والفيلين، وبعدين يبيت الملك يامنه الاول، وبعدين يبتدي يحصل تعبئه يطلع القطع. القطعه هي في اماكنها تبقى قوتها ضعيفه، لكن لما ينشر عامله زي الجيش في المعركه، ان ينشر قوات ويوزع في ذهنه. طبعا. يعني حتى احيانا لاعب الشطرنج لما تشوف بطل العالم النرويجي كارلسون حاليا يغمض عينيه ويتخيل، بيتخيل الرؤى. في عندنا نوع من انواع المسابقات في الشطرنج اسمه البلايند فولد، يعني اللاعب بيلعب وهو مغمى عينيه. وبيلعب مع ثلاث لعيبه وخمس لعيبه وهو مغمى عينيه، ويقول لهم العبوا كذا، يقول له طب الخصم يلعب كذا، يقول له طب العب كذا، في الرؤى الاولى العب الملك عسكري الملك كذا، في الرؤى الثانيه العب كذا، وكل ده متخيله مع حركات بتحصل، والوضع بيتغير في كل لقطه، ولازم يتخيل القطع، يفتكر القطع في مكانها ويفتكر نقاط الضعف وكل حاجه. الناس اللي واصله للمرحله دي ليه ما بيدربوش في رياضات ثانيه؟ بمعنى ان هم طالما عندهم هذا القدر من الفكر الاستراتيجي المركب، وعندهم قدره ان هم يتوقعوا 10 و15 حركه بسيناريوهاتهم البديله، طب ما الناس دي ممكن لو خططت في رياضات ثانيه، في كره القدم مثلا ممكن يحطوا لك خطه ما تخرش الميه، ولا ايه؟ ولا ما ينفعش في الكلام؟ كلام حضرتك صح جدا. هقول لحضرتك هدي بعض الامثله بالدول البعيده شويه. عندنا في لاتفيا وزيره الاقتصاد والماليه لعبت شطرنج وبطله، ولعبت في الاولمبيات اللي فات وكسبت، فالفكر الاستراتيجي ساعدها وكانت وزيره ناجحه جدا. قعدت حوالي 10 سنين وزيره الماليه والاقتصاد. رئيس ارمينيا الحالي، رئيس ارمينيا الحالي سيرجسيان كان لاعب شطرنج وكان رئيس اتحاد الشطرنج. وكان وزير الدفاع وبعدين مسك رئيس وزراء وبعدين مسك رئيس دوله. كل ده فكر استراتيجي اهله انه يعمل انجازات للدوله وطور الدوله فعلا.
الفكر الاستراتيجي فعلا بيخليك تقود اي منظومه من فيها تعقيدات، ان انت تعمل تحليل منطقي الاول، اي مشكله عندك تشوف تحليل منطقي، نقاط الضعف والقوه وتعمل تحليل من كل ده. الفكر ده بيعلم القاده التخطيط والرؤيه الاستراتيجيه وكمان القدره على اتخاذ القرار. المرحله الثانيه معلش هكمل مراحل المباراه، الدور الاول الافتتاح تعبئة 12 قطع، في مرحله وسط الدور بتبتدي تحصل بقى تكتيكات هجوم على الملك ومش عارف ايه وتامين الملك، لانه الهدف الرئيسي ان اللاعب يحاصر ملك الخصم ويديله كش شمال. المرحله الاخيره اللي هي نهايه المباراه لما في قطع قليله، انا معايا ملك وطابيه وخصمي معاه ملك بس، ازاي اموت الملك بالطابيه بس ما فيش قطع كتيره؟ أيوة. دي برده محتاجه تكنيك معين وخبرات معينه لازم اللاعب يعرفها، لازم اللاعب يتدرب عليها قبل ما يلعب. وبعدين خطط الافتتاح من عن طريق الكمبيوتر حصل تطور كبير فيها، فلازم لاعب الشطرنج يتدرب عليها. في مدربين في الشطرنج، احنا عندنا في اولمبياد الشطرنج على فكره منتخب الشطرنج الحمد لله عاملين نتائج، عندنا احمد عادل بطل العالم، عندنا الدكتور باسم سمير رقم واحد وعمل انجازات عاليه، عندنا كمان منتخب الشطرنج اخذ ميداليه ذهب في اولمبياد النرويج 2014، اولمبياد جورجيا 2018، ولسه في شهر 8 2019 كانت دوله العاب الافريقيه في المغرب وكان في 5 ميداليات ذهب ما شاء الله، دخلنا خدناهم الخمسه ما سبناش ولا ميداليه الحمد لله. وبالتالي الحمد لله نلنا شرف تكريم سياده الرئيس وادى ابو سامر الرياضه من الدرجه الاولى لمنتخب الشطرنج. حلو جدا، يعني انا مبسوطه ان زي ما قلت لحضرتك يمكن رياضه مش عليها سبوت لايت كتير في مصر، لكن اللي حضرتك بتقوله لنا ده شيء جميل ان احنا واصلين لرانكس زي كده، دي حاجه اكيد تساعدنا كمصريين، هتتكلم ان احنا كمان ناخد بطولات على المستوى العالمي او الدولي، فدي حاجه كويسه. طب على كل حال للاسف الفقره خلصت، بس سعداء بحضرتك دكتور هشام حقيقي. انا بس اسمح لي بس حضرتك كنت عايز تقول حاجه اتفضل. حضرتك بالنسبه لنشر اللعبه وتطويرها بالاضافه احنا نشرناها في المدارس، عملنا حاجه مهمه جدا. انا لسه من يومين كنت في نادي الرحاب هنا وعملنا نادي، عملنا اكاديميه للشطرنج. من ضمن الحاجات اللي احنا استغلينا برضو فيها موضوع كوينز جامبت وانتشار اللعبه، ابتدينا نعمل اكاديميات في مصر. عندنا في نادي سموحه للشطرنج المهندس محمد فرج عامر عاملين اكاديميه كبيره اسكندريه، في اسكندريه وكان شارك فيها المهندس مدحت محب ومع الكابتن مصطفى حميد دلوقتي، عملنا في نادي الرحاب، عندنا كمان في نادي الصيد، عندنا في المنصوره، عندنا في دمياط، عندنا اكاديميات في اغلب المدن وبنحاول نطورها، عندنا في وادي دجله برضو اكاديميه ناجحه جدا، فبنحاول ننشر الاكاديميات في معظم الانديه الكبيره. وطبعا نتمنى ونستغل الفرصه الاخيره بناشد الكابتن محمود الخطيب ان الشطرنج متواجد في النادي الاهلي، ما ينفعش نادي القرن ونادي عريق زي النادي الاهلي الشطرنج بقى يكون فيه. فنتمنى من خلال برنامج ومن خلال حضراتكم بناشد الكابتن محمود الخطيب ان احنا نكون، واحنا كاتحاد هنقدم كل التسهيلات الفنيه اللي ممكنه ان شاء الله للنادي الاهلي. جميل ان شاء الله يا فندم، ونتمنى لحضرتك التوفيق ان شاء الله في كل خطواتك اللي جايه، نورتنا. شكرا جزيلا. اتفضل. طيب انت شايفه كده؟ طيب هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان نكمل مع حضراتكم اخر فقره من فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.